كوكو، صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، وان الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. المهم البنات، غادي نبارطاجي معكم اليوم الروتين ديال اليوم. صراحه انا يلاه فقت كيف العاده، قهوه ديال الصباح والجو صراحه زوين، وبدات ليا يعني بانت ليا الشميشه غادي تخرج، دونك غادي نهبطوا لابيسين، ندوزوا شويه ديال الوقت في لابيسين وغادي نديكم معايا. المهم نسالي نبدل حوايجي ونهبطوا فوالا، وغادي نبارطاجي معكم اوقات ممتعه انا وليداتي في لابيسين. لما نبروفيتيو البنات كاين شويه الشمس، دونك نهبطو نبدلو شويه الجو. هذا وهذا راكم عارفين كنبقاو نتسناو هذا الوقت كامل ديال هاد الشميته هادي باش نهبطو. دونك اليوم غادي نهبط البنات انا وياهم شويه، وهذا ما كان نقول لكم خليكم معايا. ومن بعد البنات الروتين ديال اليوم صراحه ما غاديش نبارطاجي معكم فيه شي حاجه كثيره، غير نبارطاجي معكم غير هاد الوقيتات هادي. ومن بعد مي غادي نطلع البنات، سورتو عندي واحد لوكولي اللي خصني نوجدو ونرسلو، فصراحه انا وجدته بلاتي خليكم معايا نوريكم. فانا ديجا وجدت اون بون بارتي، وجدتها ليها هي هنا، غادي غير غيبقى لي ولادي راهم مستعدين للخروج، غادي يبقى لي البنات غير شي حاجات اخرى خصني نزيدها، بغيت نزيدها فيهم. المهم ملي غادي نزيدها غادي نبارطاجيها معكم. ما عرفتش البنات واش كيبان لكم هنا. المهم راه انا بديت في التوجات ديال الكرتونات اللي غادي نرسل. المهم انا نبارطاجي معكم غير الزربه، ما غاديش نبارطاجي معكم يعني المحتوى ديالهم كامل، حيت صراحه مازال ما كاملينش، واصلا ما غنبارطاجيش المحتوى ديال شنو فيهم، غير كنوريكم. مهم فهذا هو الروتين ديالي ديال اليوم، غادي يكون فقط ما عرفتش شكون اللي حط هذا هنا. المهم شي توش اريان بابا. دونك البنات كيف ما قلت لكم، ميرسي شيري. دونك كيما قلت لكم البنات، هاد الكرتونات هادو كنوجدهم باش غادي نرسلهم. صراحه ملي غادي نطلع من لابيسين البنات غادي يبقى ليا باغي نزيد فيهم الريحه والشامبوان، الريحه والشامبوان والصابونه للاطفال وداكشي ديال الاطفال. راكم عارفين هادو فيهم البنات، فيهم ملابس للوليدات وفيهم حلويات وفوالا. المهم نحاول ندير فيهم حويجات هكا الوليدات اللي تفرح الوليدات. دونك غادي يبقى ليا غير شامبوان الريحه صابونه وداكشي الاخر طاطاطان طاطاطان. غادي نزيدو ملي غادي نطلع من لابيسين، غادي نهبط باش نحل شي كرتونات عندي لتحت، ناخذ منهم هاد لي برودوي الاخرين اللي غادي نزيد هنايا. وهذا ما كان البنات. مهم باش ما نطولش عليكم غادي نهبط بعدا كينات انا والدراري ندوزو شويه ديال الاوقات ديال المتعه في لابيسين، ومن بعد نرجع باش نكمل هاد الشيء هذا اللي خصني. من بعد غدا الصباح ان شاء الله نفيق ونديه الامانه باش يعني يعبروهم. راكم عارفين خاص هاد الشيء تعبر هاد الكرتونات، يشوفوا شحال فيهم ديال الوزن. صراحه راهم ثقالين وكبارين، راهم كبارين وثقال، ما عرفتش واش كيبانوا لكم مزيان. المهم راهم كبارين وثقال، خصهم يتعبروا وروينا ويقول لي شحال والى اخره باش نرسلهم ان شاء الله. واخا ماشي انا اللي غنتكلف صراحه، المهم غنصيفط الشخص اللي غادي يتكلف ليا بهاد الشيء هذا. المهم البنات ملي غادي نرجع وغادي ندير فيهم شي لاخر، غادي راه غادي نوريه لكم. وهذا ما كان، كنقول لكم خليكم معايا حتى لا فان دو لا فيديو. ما تنساونيش من لايك وسبسكرايب، وكذلك تفعيل زر الجرس باش يبقى دائما يوصلكم كل ما هو جديد ديالي. وتنقول لكم كنبغيكم بزاف، ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. وما تنسونيش من التعاليق كيف العاده انا كنقراها، ما تنسونيش من التعاليق المحفزه ديالكم. اي اون ريست انصومبل جوسكا لا فان دو لا فيديو. دونك فوالا كيف ما شفتوا البنات، راه الجو مشمش روعه روعه روعه. فانا هبطت البنات مع الدراري لابيسين، صافي نبدلو شويه الجو ونتشمشو ونتبرونزاو. راسكم راه ما كنشوفكمش، المهم نتوما اكيد كتشوفوني، انا الشمس ضاربه ليا في عيني دونك ديكو ما كنشوف حتى شي حاجه. المهم ندوزو اوقات ممتعه البنات، وهذا ما كان بالنسبه اليوم. فغادي نبارطاجي معكم الروتين ديال اليوم ان شاء الله، غادي يكون لابيسين. ومهم اوقات هكا يا دي بتي فلاش من النهار ديالي، ومن بعد البنات غادي نطلع غادي نكمل التحضير ديال الكوليه لي خصني نسافر. وصافي هذا ما كان البنات، وانتم معايا خليكم معايا حتى الاخر الفيديو ما تزبيوش.
غادي يصاوب؟ وي الي بس Oh,
دونك هنايا البنات كيف ما كتشوفوا معايا، فمن بعد ما طلعنا من لابيسين راه الدراري كلهم يسو سون موبيليزي انهم يجمعوا، كل واحد كيجمع الحوايج اللي ما غاديش يلبسها وما غاديش يحتاجها كامله. فماشي بالضروره الحويجات اللي عطيت كلهم كانوا جداد، كانوا فيهم حوايج اللي هما جدادين ما عمرهم ما تلبسوا، لانهم سوا تشراو طاي صغيره سوا كانوا جاو كادويات طاي صغيره. وفيهم حوايج كذلك اللي كانت بنتي استعملاتهم او ولدي استعملهم، ولكن اللي هما زوينين ويعني باقيين جدادين، باقيين تقدروا تستعملوا تلبسوا غير لبسه او لا جوج. فراه كلشي كل واحد خدا لو رول ديالو، كل واحد حاول ما امكن يجمع داكشي اللي ما غاديش يحتاجه واللي ما كيستعملوش اللي غير معمر البلاكارات بلا فائده، باش انه حتى هو يتعطى بنفس الطريقه. دونك هنايا البنات كذلك زدنا شرينا حويجات اخرى، هادو غير الكواليس البنات كنبارطاجي معكم ديال هادشي اللي درنا اليوم. فزدنا حلويات بطبيعه الحال للوليدات، لان راكم عارفين ما يمكنش نعطيو واحد الحاجه ما غتكونش فيها شويه ديال الحلوه او الشكلاط للوليدات، لان هاد الحويجات هادي راه هي اللي كتدخل الفرحه الحقيقيه على الوليدات. بالرغم من انه راه حتى الحوايج صراحه كيفرحوهم، لان كاينين وليدات اللي صراحه راه ما كيلقاوش فاش يبدلوا. فهاد من هذا المنبر هذا تنقول لكم يعني دوك الملابس اللي غير مستعمله، وحنا من طبعنا كنبقاو نشريو بزاف ديال الحوايج لولادنا وكيبقى داكشي في البلاكارات ما كيتلباش ما سميتو، فمن الاحسن هكايا يعني نحيدوه علينا، نحاولوا كل تقريبا 6 شهور الدراري راهم كيكبروا كيوليو يلبسوا طايات اخرى، فكاينين حوايج اللي غير كيبقاو ما كنستعملوهمش، هكايا نخرجوهم نعطيوهم لسميتو. انا ما كنقولش لكم بالضروره عطيو جديد، انا كان صراحه فاش كنقدر نعطي جديد كنعطي جديد، فاش ما كنقدرش كنعطي من الحوايج اللي هي باقه صالحه وباقه زوينه ديال وليداتي. كنزيد عليهم حلويات كيف ما قلت لكم، شوكولا، حوايج اللي تقدر تفرح الوليدات كيف ما شفتوا معايا هنا. راه مشيت للسوبر ماركت وخديت اللي قديت عليه اللي قدرني عليه الله ديال الحلوه ديال الشكلاط ديال يعني ديال الحويجات اللي غادي تقدر تدخل عليهم الفرحه. وفي نفس الوقت البنات انا عندي كارتونات لتحت اللي هما موجودين فيهم الشامبوانات كيف ما قلت لكم، فيهم الريحه وفيهم حاجات اخرى اللي كذلك حتى هي غادي نضيفها في هذه الكريطنات هذه، باش كتوصل هكايا كامله مكموله فيها مسائل اللي غيقدروا يحتاجوها الاطفال. وهذا مكان مهم البنات، انا كنبارطاجي معكم كل شيء صراحه، كنوري لكم النهار ديالي كامل كيف ما داز، نشطنا درنا لا بيسين، كانت لا موتيفاسيون ديال ان الدراري حتى هما عاونوني صراحه في الجميع ديال المسائل اللي ما غيحتاجوهاش، لا من العاب لا من اي حاجه. وهكايا انا كي يساعدني داكشي باش انني كنقدر نقاد كارطونات اللي كنوزعهم بطريقتي. كل حاجه وشنو كندير فيها، كاين اللي كندير فيها حوايج شكلاط ريحه، كاين اللي كندير فيها حوايج حلويات مثلا سبرديله شي حاجه بحال هكذا. المهم كل كارطونه وشنو كنحاول نقاد فيها. المهم انا ما وريتكمش التفاصيل ديال التفاصيل كامله ديال شنو تعطى من حويجات والى اخره. المهم ما بغيتش نبارطاجيو معكم هاد الحويجات، راه درت لكم غير ان فلاش باش سورتو نوصل الميساج انه